يعني انا لن انسى اول تجربه ليا لوحدي. سيار اول تجربه دي كان كنت دايما بشتغل انا وحسيبه الله يرحمه مع بعض، كنا بنشتغل على الكاميرا بتاعه مدينه السينما. جه فتره انا شفت الكاميرا، يعني كان امنيه حياتي ان انا يبقى عندي الكاميرا دي. فجبنا، كان في راجل اسمه ارماني اسمه اوهان، وده كان له شغله الشاغل انه يعمل المكان بتاع السينما كله في المعامل في فجبته وفرجته الكاميرا، قلت له نفسي يبقى عندي، عايزه واحده زي دي. فاللي حصل بقى انه ايه، عملها لي فعلا. وبعدين الكاميرا غاليه وانا ما ساعتها اكيد حضرتك مش معاكي كل فلوسها، لسه ببتدي وما عنديش الفلوس دي. فقال لي طب خلاص انا هديها لك بالتقسيط، بس مش هتاخديها من عندي الا لما تكملي تمنها الفلوس بتاعتها. فاللي حصل ان يعني خدها عنده، وكان هو عنده فيلا كده وفيها جراج وفي اوضه فوق الجراج، فحطها فيها. قد ايه عنده بقى عشان اعرف حضرتك كملتي القسط في قد ايه؟ يعني تاني سنتين تقريبا. سنتين بالظبط، كتير. طبعا انا كنت لسه يعني موظفه، بس ده يدل ان حضرتك كان عندك هدف وحلم ونفسك في حاجه معينه واصريتي عليها وجبتيها. جه فتره بقى كنت بشتغل انا وحسيبه على طول مع بعض، اعلانات وتترات تسجيلي حاجات كده.